Knouz FM. Knouz FM. Nassik et Denia. On va faire. Revue de presse. صباح النور من جديد. كما وعدتكم بكري مع سناف الميتيو، هي حكيت على شط الهوارية، قالت شط محلاه وهذه حاجة ناس كلنا عارفوها. أنا باش نحكي لكم على الهوارية، خبر يجي من الهوارية، ما نعرفش اسكو الخبر محلاه ولا، نخليكم لكم انتوما التعليق. في سيت البزنس نيوز تقرأوا صورة اليوم: شرطة أخلاقية في البحر. تم تصوير دارة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي فيها ثلاثة أشخاص على شط الهوارية لابسين مراول ودي كاسكيت مكتوب عليهم الحماية البيئية والأخلاقية لشواطئ الهواري. وحسب تصريح لرئيس تنسيقية الجمعيات بالهوارية، الأشخاص هذوما تابعين ائتلاف يتكون من 9 جمعيات، عندهم ترخيص الجمعيات هذوما، ينشطوا في الهوارية ودورهم تحسيسي وليس ردعي حسب تصريح كما قلت رئيس تنسيقية الجمعيات بالهوارية. والهدف من تكوين الائتلاف هذا هو حماية الشواطئ من التلوث، هذه من جهة، ومن المظاهر اللا أخلاقية. المظاهر اللا أخلاقية على حد تعبيره هو المجاهرة بشرب الخمر والتفوه بالكلام البذيء. تصوير هذه عملت بوز على الانترنت، فما شكون بور وفما شكون كونتر. اي اما كيفاش باش يردعوا العبيد، ولا كيفاش باش يوعيوا العبيد؟ هذا هو سؤال. ما يعني لو فات اللي هما موجودين ولابسين لي تيشيرت، اللي التصويره اللي ريناها معناها ريناهم موجودين لابسين لي تيشيرت مكتوب عليهم هكاك، مي كيفاش باش تصير الحكايه؟ كيفاش باش تصير وشنية هو السؤال؟ اولا اليات تطبيق حمايه البيئه شنية؟ هما مش كان حمايه الاخلاق، هي اسمها الحمايه البيئيه والاخلاقيه. اليات حمايه البيئه ساعه كيفاش؟ هذا اولا. ثانيا الاخلاق ساعه جوستومون كيما كنا نحكيو بكري، شكون يحدد الاخلاق؟ نقولوا الاخلاق الحميده هو حتى الدستور، والنقطه هذه عملت جدل كبير. شكون ينجم يحدد شنو هي الاخلاق؟ ثانيا نجم نكونوا بور ونجم نكونوا بور، خاطر فما حاجات تقلق ومظاهر تقلق على البحر وعلى الشط وعائلات وكلام خايب ومظاهر ما تليقش الحقيقه بالمجتمع. لكن هالجمعيات هذه اسكو مخوله باش تمارس نشاط اونتر كيمي ردعي والا لا للعباد اللي تتجاوز ما يسمى بالاخلاق اونتر كيمي؟ اي سيرتو شكون عطاه لاغريمون؟ يعني شكون تبع اما ميكانيزم؟ اي جوستومون شنو الميكانيزم اللي مش يتم اعتماده؟ ولا بون احنا جينيرالمون نحكيو على الصلاحيات بالنسبه للجيل السياسه، مش الجمعيه هذه نجموا نحكيو، كان نجموا نحكيو على صلاحيات تمارسها بعض الجمعيات من نوع هذايا. ما نعرفش شنو هي صلاحيات، شكون حددها؟ هو جينيرال شكون وافق عليها؟ وفيش تمثل مثلا صلاحيات احنا نهتموا ان نعرفوا مثلا في نوع معناها في 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 ديكا كيما ديكا هذوما، ماذا بينا كان اسمه راي رسمي ولا موقف رسمي؟ حكي كيما ذي تنجم تعمل مشكل صحيح. اي من الاخر معناتها على شكل عباد تقلق في المواطنين، مش تجي هالجمعيات هذه باش تحاول هي تبعدهم ولا اللي هو يقول سؤال وائل باش يسال شكونكم انتم؟ نجم حتى نكتب ماريو نعمل عليه الشرطه الفنيه ولا جمعيه الرفق بالعوام وندخل نقول لهم شو جينا نعاونك على العومان. هي اللي في حد ذاتها ماهيش خايبه، لو فات انهم يخموا في البيئه ويخموا انهم ينقصوا. فما ظواهر خايبين موجودين ساعات على شطوطنا نشوفوهم ويقلقوا، يجموا يقلقوا لي فاميلي موجودين ولا حتى صغارنا. سي فري كو الانيشيتيف ماهيش خايبه، اما الفاسون اللي باش يعملوا بها الحمله ولا ما نعرفش شنو مسمينها هما بالضبط، هي اللي تفرق. اي سيرتو نحكيو رانا على بحر كلاسيك كاتريام مونديال. والاكثر من هذا معناتها كي تغزر وتكون عندك بعد نظر، معناتها الحكايه تنجم تبدا كيما هكا وتوصل ما عادش كان في الشط. تولي صحيح نجم يكونوا جمعيات كيما هذوما عندهم ترخيص ويكونوا العمل نتاعهم في اطار عمل المجتمع المدني بالحق. غدوه جمعيات غير مرخص لها تولي حتى هي ترى في روحها عندها الحق باش تتدخل في برشا مواقف ومواقع مش كان في الشط لحمايه، مره اخرى نقول بين ظفرين، ما يسمى بالاخلاق. دونك لازم الحكايه تتحط في كادر معين، الناس كل كي يعرفوا لي ليميت نتاعهم، يعرفوا واجباتهم ويعرفوا حقوقهم. فوالا هذه الخبر الاول وهذه التصويره الاولى. باش نكمل مع التصاور الخبر الثاني وتصويره اخرى دارت برشا البارح، وهي تصويره نجم كره القدم العالمي دييغو ارماندو مارادونا اللي في تونس. مارادونا جا لتونس باش يصور ومضه اشهاريه في بلادنا. البارح سي مارادونا عمل زياره للحكم الدولي السابق علي بن ناصر، علي بن ناصر اللي شد البارتي نتاع لانكار، بارتي ربع النهائي عام 1986 في الكوب دي موند، وقتها البارتي بين الارجنتين وانجلترا. وقتها دييغو ارماندو مارادونا مركا يمكن اشهر هدف في التاريخ في كاس العالم، مركا بونتو بيده هكا كوره هكا طلع كومسي يمشي يشوطها براس وهو بيدو مارك البونتو، وعلي بن ناصر ما راهاش وحسب البونتو وترشحت الارجنتين وهزت الكوب دي موند. اما بالحق اما شفنا تصويره حلوه على الاخر مارادونا هو وعلي بن ناصر ولا مشى له حب يكرمه،
مارادونا هز المريول اللي لعب بيه عام 1986 في البارتي هذيك، كتب له فيه ديديكاس وصحح عليه وعطاه لعلي بن ناصر وصوره وهبط التصويره مزيان على الاخر، هبطت حتى على الباج اوفيسيال نتاع دييغو ارماندو مارادونا. والله شوف مقوي نوال، والله رانا 10 ملايين ولا 11 مليون تونسي. شوف شنو بالحق، شوف شنو قاعدين نعملوا في العالم، عندنا بصمه في التاريخ بالحبوط باليد دراوش. والله بالحق. فوالا دونك معناتها تصوروا عام مثلا 2025 مثلا، لاعب من ترجي جرجيس باش يمشي للاربيتر اللي شد الماتش نتاع الماتش كونتر النادي الافريقي وقتها في اخر جورنية عامله في البطوله، وباش يمشي يكرمه، وشو باش يهدي له وقتها؟ تيشيرت، يهدي له خيمه. سهله العمليه. ريفو دو بريس كنوز اف ام، كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها.